الحديث إذن أكثر عن انتخابات مجالس المحافظات في ظل توقعات من مفوضية الانتخابات في العراق بعدم إقبال الناخبين عليها. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور حامد الصراف، حياكم الله. مرحبا بكم دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا بكم دكتور حامد. مفوضية الانتخابات إذن نفسها في العراق تتوقع مقاطعة واسعة لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ما أسباب هذا الاعتراف من المفوضية بأنه ستكون هذه المرة نسبة متدنية جدا بالمقارنة مع سابقاتها؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم وللجمهور والمتابعين الأعزاء. الحقيقة هناك أسباب كثيرة، منها يعني دراسة ميدانية واضحة الآن، هناك يعني آراء علنية أصبحت لدى عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، وحتى المراقبين والمحللين والعاملين في مؤسسات ما يسمى الدولة وفي المفوضية العليا للانتخابات وغيرها تشير إلى أنه بالفعل هناك يعني ليس عزوفا عن الانتخابات، مقاطعة للعملية السياسية، رفض للطغمة السياسية الفاسدة التي جيء بها منذ 2003 ولغاية الآن. الأسباب أيضا واضحة، يعني استشراء الفساد والمحاصصة والأجندات الخارجية والميليشيات وهيمنة مافيات الفساد على يعني مفاصل الحياة العراقية، هذه طبعا كلها مؤشراتها على أرض الواقع يلمسها المواطن العادي والمراقب وحتى في الخارج أيضا، يعني لا ثقة بالنظام السياسي القائم حاليا على الإطلاق. هذا هو المؤشر الأهم حقيقة في ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات. نعم. برأيكم أيضا دكتور حامد، ماذا يعني أن يصرح مسؤول في مفوضية الانتخابات بأنه نسبة المرشحين من أقارب النواب ومسؤولين حكوميين تتجاوز 30%؟ هذا اعتراف صريح واضح، لا يمكن الإخفاء، لا يمكن التستر عليه، لأنه بالفعل يعني هناك ليس فقط محاصصة، وهناك يعني حيتان فساد وكتل تهيمن عليها المافيات والميليشيات والمكاتب الاقتصادية، وإنما أصبحت عوائل ومريدين وأقارب وأتباع لهذا الحزب أو ذاك من أجل الهيمنة على يعني مجالس المحافظات اللي هي تعتبر الحقيقة مرتع خصب للفساد، خصوصا إذا كان يتعلق الأمر بصفقات اقتصادية ومشاريع و تعيينات وغيرها، واستحواذ على مراكز صنع القرار في المحافظات بصورة عامة، وطبعا فيما بعد يأتي الدور على مجلس النواب في الانتخابات القادمة. نعم، هذا هو الحقيقة الاعتراف اللي لا يمكن التستر عليه بأي شكل من الأشكال، والعالم يعني العراقيون يعرفون جيدا انه بالفعل كل من حيتان الفساد ومن زعماء الكتل السياسيه ياتي بالاتباع والمقربين والاقارب اكثر مما يعتمد على الكفاءات الوطنيه المخلصه المستقله ليتقدم خدمات للمواطنين. نعم، بالفعل هي فرصه سانحه اذا لهم للفساد. إلى أي مدى أيضا دكتور حامد برأيكم أثرت ثورة تشرين وما تبعها أيضا من تطورات في إحداث حالة من الوعي لدى المواطن العراقي حتى يقرر الآن فيما يبدو أن يقاطع هذه العملية السياسية بنسبة كبيرة؟ يعني الحقيقة ثورة تشرين هي اللي فجرت الوضع ضد الطغمة الفاسدة، وخصوصا في المحافظات إلى درجة أنه ألغيت مجالس المحافظات في وقتها في حكومة عادل عبد المهدي استجابة لأحد أهم مطالب الثوار، ثوار تشرين، تم إلغاء مجالس المحافظات ولم تجرى انتخابات إلا بعودة هذه الطغمة إلى الرغبة في الهيمنة من جديد على سلطة القرار وتمهيدا للانتخابات
البرلمانية القادمة. ثورة تشرين ما زال متقدة في نفوس العراقيين حقيقة، وإن لم يكن هناك يعني احتجاجات وهناك مجابهة ولا قتل أو دخانيات مثل ما يقال، لكن جدوى الثورة في نفس كل مواطن عراقي أن يرفض هذه الطغمة الفاسدة، هو هذا شعار الثورة تشرين في تشرين 2019، كان هو إسقاط هذا النظام، نظام المحاصصة المقيتة، واستعادة الوطن واستعادة بناء مؤسسات دولة مدنية حقيقية، دولة مواطنة. لكن للأسف الشديد يعني جاءت الأمور كما تشتهي أمريكا المجرمة والنظام الملالي في إيران أن يعني يحلون الإشكال بطريقة التراضي وتعاد الهيمنة بعد ما أسقطت حكومة عادل عبد المهدي في وقتها، أن يبقى النظام لأنه يحقق مطالب الأجندات الخارجية الإيرانية والأمريكية الغربية العنصرية. نعم، هذا هو الحقيقة. مع ذلك الثورة مستمرة يعني بطريقة سلمية، بطريقة الرفض، بطريقة الاحتجاجات المطلبية، وأيضا راح نشوفها بطريقة الرفض الانتخابات. يعني أكثر المتفائلين الآن بخصوص المشاركة في الانتخابات لا يذهب أكثر من 20% من المشاركة إن لم تكن أقل، يعني حتى الآن بأصوات نسمعها هنا وهناك من قبل المشرفين على الانتخابات متخوفين جدا بأنه المشاركة ستكون في أدنى مستوياتها بالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات السابقة. ولكن نعم، نسمع أن وسائل الترغيب ربما زادت في هذه الفترة، هناك شراء بطاقات ناخبين، استغلال حاجة أيضا الناس الوسطاء في أمس الحاجة خصوصا في ظل البطالة والعوز في العراق، وأيضا هناك حالات ترهيب أيضا في المقابل في بعض المناطق لإجبار الناس على، هل سيغير ذلك شيئا من هذه النسب برأيكم؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك، لأنه الترهيب معناه هناك فعلا تهديدات على الصعيد يعني سير معاملات المواطنين. نعم، إن لم يذهب أو لم يجدد البطاقة الانتخابية البارومترية وغيرها أو يراجع مراكز توزيع البطاقات، هذه طبعا التهديدات موجودة ليست جديدة، سابقا أيضا استخدمت لكنهما لم تعطي نتيجة على الإطلاق، لم تخيف المواطن العراقي إلا إذا كان هناك جانب آخر، جانب الترهيب، جانب الرشوة. يعني هناك ابتزاز واضح الآن من قبل هذه الجهات التي تريد مشاركة لشرعنة الانتخابات، مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين بشراء الذمم. صحيح، يعني والابتزاز منها، قضية دفع الرشوة، يعني وصلت بعض المبالغ، يعني المبالغات أحيانا أنه سعر البطاقة للمشاركة 10 أوراق يعني 1000 دولار، طبعا هذا بجانب شراء أصوات أخرى إذا كان عائلة كبيرة من يعني تضم عدد كبير من الناخبين. اثنين، قضية الرعاية الاجتماعية، أيضا هناك توزيع رواتب الآن، يعني إغراء الناس في أن خصوصا العاطلين عن العمل والعوائل المتعففة أن يعني يدمجوهم بنظام الرعاية الاجتماعية ويصرفوا لهم رواتب. وطبعا المتهم الأول والأخير فيها هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللي ينتمي إلى إحدى الفصائل، إلى إحدى الميليشيات، ومتهم بشكل واضح الآن أنه هو قام بشراء أعداد كبيرة، ألوف أو مئات الألوف أحيانا الأرقام يتم مبالغة بها لاحتكار هذه الأصوات لصالح كتلته. ففعلا الترغيب والترهيب موجود، لكن الترغيب تأثيره أقوى من الترهيب في التأثير على يعني جذب الناس إلى صناديق الاقتراع. ومع ذلك هذه أيضا القضية لا يمكن أن تؤثر في يوم الانتخابات، سنجد أن المشاركة مثل ما ذكرت بالبداية يعني ممكن تصل أقل من 20%. نعم، في آخر دقيقة دكتور حامد إن سمحتم، أمام هذا المشهد السيء يبدو أن العراق أمام فوضى مستمرة. نعم، هي فوضى جديدة بعد هذه الحالات التي تحصل في العراق والتي أسست لها الميليشيات، كيف ترى واقع العراق بعد هذه الانتخابات؟
الحقيقة واقع العراق لا يمكن أن نحزره، لا يمكن التنبؤ به بدقة، لكن ليس أفضل مما يجري الآن من صراعات على مراكز سلطة القرار، إذا كان أيضا في الداخل وإذا كان إقليميا ودوليا. يعني هذه الانتخابات الحقيقة هي حجر أساس للمرحلة القادمة، نعم. لكنه ليس هي الحاسمة. الحاسم في الأمر هي ماذا ستفعل كل من إيران وأمريكا إذا كان هناك نعم. فعلا أفق للتعامل على الساحة العراقية، إذا تعامل بحسم الأمور سياسيا دبلوماسيا أم اللجوء إلى الأساليب العسكرية من قبل الميليشيات الولائية ووجود القواعد العسكرية الأمريكية على الأرض نعم العراقية. دكتور هذه حمد. قضية أخطر ما يمكن تخيله للمرحلة القادمة. نعم. إذن البحث السياسي العراقي دكتور حامد صراف، شكرا جزيلا لكم.